ضايعين مكرفسين وليدات كل شيء بخدمة وخصوصين وكاين اللي كاري كاين اللي خاصو يخلص الضو وكاين اللي ما عندوش باش يخلص الضو والماء الناس راه مكرفسين بزاف ومرتين اللي بغى يبيع ويشري ما عرف يبيع ويشري اللي بغى باش يدير ما عنده باش يدير راه الغالب الله ما بغينا عن خدمة ما بغينا نديرو شي حاجة اللي ما بالقانون هم عايشين منه والدينا وولادنا كارين منه ناكلوا منه نشربوا منه ملي خطانا للحمام احنا وقفنا ونخلصوا منه الكره نخلصوا منه الكره كان انا اللي نقول لك نشرب منه البدوه ديال القلب باش بنا نخلصوا الكره باش بنا ناكلوا باش بنا نشربوا مول قال لك نزل المكانة مول ما قال لك ما نرحمكش وفين نمشيو واليوم كنطالبوا الحقوق ديالنا الحمامات يتحلوا وعايش الملك الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا عايش الملك هما لي الحمامات مدرين قال مالي الحمامات قال لك البيت النار كتطيح كتهدم البروم قال لك غادي تقبوا قال لك الضريبه كتحسب علينا وكل شيء علينا واليوم كنطالبوا بالحقوق ديالنا بغينا على الخدمه ما كنعرفوا تصنع من غير الحمامات وعايش الملك رحنا خدامين في الحمام والغالب الله والضو والكرا الله يجعل فيك البركه ويطول عمرك ويزازك بالاحسان ويطول عمرك عاش الملك عاش الملك عاش الملك من شهر ثلاثة من 16 شهر ثلاثة وحنا حابسين والو الماء حنا خسالة في الحمام لا ما لا ضو الضو يتسالنا الكري يتسالنا نكريسي وما قديناش اش نديرو في الخدمة ديالنا اش نديرو نمشيو نطلبوا الطلبات هي راه ولات بالرشوة كيفاش نديرو اش نديرو طلبنا احنا غير الخدمه ما طلبنا من حتى شي مشكله من عند طلبنا الا نخدموا على وليداتنا الكراره الدوره الماره المشاكل ديالنا راه العيش عامل الحمام العيش عامل الحمام العيش غير من الحمام السلام عليكم حنا هادو مسؤولين على الحمامات الخدامين ديالهم كساله كيطالبوا سيدي بافتتاح الحمامات جميعا باش يخدموا راه كيسالهم الضو والمال مصروف العائله الضو المدرسه ما عندهمش باش يقريو ولادهم راه ما عندهمش باش يقربوا ولادهم راه خاصهم الضو خاصهم المصروف باش يعاونوا وليداتهم ويحلوا لهم مطالبهم وكنطالبوا من الحكومه باش تفتح لنا جميع الحمامات كاع كنا متضررين كل شيء متضرر جميع متضررين هما الكسالات كيعانيوا باش يقريوا وليداتهم ما عندهمش باش يدخلوا الدراري للمدرسه ما عندهمش باش يخلصوا الكره ما عندهمش باش يخلصوا لا ما لا ضو ولا والو من توقف علينا الحمام منذ 16 شهر 3 16 شهر 3 خمسة شهر ستة شهور هما واقفين على العمل هاد الناس كلهم واقفين على العمل ستة شهور ما كانش اللي يعاونهم باش المصروف ديالهم ما كانش اللي يعاونهم كنطالبوا المسؤولين والسيد العام المحترم بكامل العناية باش يشوف من الدراري ديالهم ويشوف الكسالة يشوف لنا حل باش يخدموا هاد الناس كيطالبوا لا يطالبوا لا بتعويضات ولا والو إلا العمل من أجل ما عندهم لا راس مال لا والو